أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، خير من تلا الكتاب وأفضل من علم الأصحاب، سيد الفصحاء وإمام البلغاء، الذي أمره الله أن يرتل القرآن فقال له: ورتل القرآن ترتيلا، فرتله خير ترتيل عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ القرآن مترسلا قراءة مفسرة آية آية، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني الحضور الفضلاء أهل القرآن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دعونا أولا نشكر الله حتى تدوم هذه النعم وتزداد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله شكر نعمته ونعوذ بالله من كفرانها. لولا الله يا أحبتي ما اجتمعنا هذا المجتمع، ولا التقينا ذلك الملتقى، حتى ولو لم نكن أهلا لأن ننتسب إلى القرآن لضعفنا، وأتكلم عن نفسي، لو لم نكن أهلا لذلك إلا أن الله عز وجل أهل لأن يكرمنا ويعطينا أفضل مما نستحق. فنسأل الله جل في علاه أن يتجاوز عنا وأن يعفو عنا وأن يقبلنا. ثم شكر لهذا البلد الطيب، لا أفتأ أذكر هذه البلاد المباركة في كل محفل حتى يشعر الناس بهذه النعمة. يا أحبتي، المحتك والمطلع والناظر في أحوال البلاد حولنا، حتى كثير من بلاد المسلمين، يجد فتورا وضعفا وانحرافا في خدمة القرآن. قد تجد تجربة ناجحة في بلد ما، في قرية ما، في مدينة ما، في مركز ما من المراكز الإسلامية، لكن أن تجد عملا مؤسسيا تتبناه الدولة وتحت أشراف الوزارة في كل أنحاء القطر، حتى في كل قرية وهجرة، أظن والله أعلم، والله أعلم، أنا لا أرى إلا هذه البلاد المباركة مملكتنا. أسأل الله أن يحفظها بحفظه، وأن يكلأها برعايته، وأن يحرسها بعينه، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين. أكثر من 200 جمعية خيرية في القرآن الكريم، مسابقات على جميع المستويات، محلية على مستوى الأمن، على مستوى القوات المسلحة، على مستوى وزارة التعليم، على مستوى ومسابقات خاصة، مسابقات على مستوى الجمعيات، نعمة عظيمة وخير عظيم نعيش فيه، وربما كثير منا لا يشعر به، وربما كثير ممن يشعر لا يشكر الله على نعمته. فنسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. أشكر إخواني الفضلاء الكرام في مؤسسة آيات، أشكر الشيخ القارئ الكريم الذي آتاه الله حسنا في خلقه فضلا عن حسن صوته، الشيخ أبو علي الشيخ ناصر القطامي، ومن معه من الفضلاء الكرام والذين يقومون على هذا البرنامج الخاص أو هذا البرنامج خاصة صناعة القراء. أسأل الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. شكر جزيل لكم أن حضرتم يا أهل القرآن، أئمة قراء، وأنا أعلم يقينا أن فيكم بفضل الله من هو أفضل مني مرات ومرات، لكنه من باب تبادل الخبرات، ومن باب يعني التدارس، كان وجودنا في هذا المكان وفي هذه الفقرة من مقدمة في علوم القرآن. اللهم صل على محمد. راح من 40. طيب، قبل أن أبدأ، كنت قبل أمس مع أحد
الطلاب الذين أتوا ليقرأوا. عرفت أنه يعمل في مكان طيب مع سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أسأل الله أن يحفظه ويحفظه. فقلت له كلمة، قلت له: والله أخي، أنا إذا صليت خلف المفتي ورأيت ترسله في القراءة عرفت أنه محب للقرآن وصاحب ورد من القرآن. هذه غالبا معظمكم يشعر بها عند سماع القراء، بغض النظر عن جمال أصواتهم، بغض النظر عن تجويدهم. ليونة القرآن في اللسان وانطلاق القرآن يخرج بلا مشقة وبلا جفاف. فقال لي: أزيدك شيئا؟ قلت له: زد. هذه مناقب الفضلاء، مناقب العلماء. قال: الشيخ سماحة المفتي يختم كل ثلاث. أسأل الله أن لا يعني ألا تكون هذه خبيئة، يعني سماحة المفتي يعني يريدها أن يكون بينه وبين ربي، لكن الرجل يعمل معه فأخبرني بها. وإن كانت على سبيل ذكر مناقبه، أسأل الله أن يطيل في عمره حيا، لكنها حافز لنا جميعا. المفتي، تعرفين يعني إيش مفتي؟ يعني رجل وقته مشغول ليلا ونهارا، دوامه في الإفتاء، جواله لا يفتر، يرد على الناس، عنده دروس بعد الفجر، عنده دروس بعد المغرب، عنده كذا، عنده أوقات يقرأ الناس عليه أشياء، يبحث لهم يعني، عنده بيت وعنده أولاد وعنده حياة، ثم يختم كل ثلاثة أيام، يعني 10 أجزاء في اليوم يا أحبائي. هذا قلب متعلق بالقرآن، هذا قلب متعلق بالقرآن، وهو حقيقة ترجمة عملية لما قاله شيخنا الفاضل الشيخ ماجد. هو ترجمة عملية للإيمان بالقرآن. الحب، حب القرآن هذا لا يكون، يعني لو لم يكن إيمانا ممكن يأتي فترة تتحمس، فترة أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم تفتر، لكن لما يكون إيمان بمكانة هذا القرآن وتعلق بهذا القرآن تستمر معك الأيام، ويصبح العشرة أجزاء هذه التي في نظر الناس أنها ورد كالجبل، لا، يصبح سهل، بل ربما بعض الأيام يختم في يومين أو يوم ونصف. وأنا أعرف حقيقة بعض الفضلاء وردهم كل 7 أيام، لكن أحيانا تجد في اليوم الأول بدل ما يقطع الورد يأخذ نصف الورد الثاني، ينشرح صدره في اليوم الثالث، أحيانا يختم في 5، أحيانا يختم في 6، لكن الأصل أن يختم في 7 أيام. هذه مقدمة يا أحبتي حتى نعرف فضل القرآن على محبيه. أساسيات علوم القرآن التي تؤثر في الأداء القرآني والإمامة: اللغة العربية. أحيانا في الصلاة وأنت تصلي بالناس كده يجيك أشياء، الكلمة هذه مرفوعة ولا مضمومة، أحيانا كده هم الغالبين هم الغالبون، وأنت تحفظ، سبحان الله، يعني الإنسان أحيانا يرتج عليه فيختلط عليه الأمر. هل أحيانا ترجع بسرعة للإعراب إن كنت يعني معربا، إن كنت لغويا، أحيانا وأنت تقرأ الآيات وصلا وأنت متعود على أن تقف عليها وقفا، إن لم تكن صاحب لغة تخبطها أي خطة تيجي معك، ممكن تقول فكيف كان، طبعا فكيف كان نكير نهاية آية، وأنت بتقرأ كده بسرعة قد تجمع آيتين أو 3 آيات تحضر، قد تكون وحدك، قد تكون في صلاة، يعني لو أنت مثلا في التهجد الأخير وحسيت أن الجماعة كده بدأوا يعني كده يعني يتململوا من طول القراءة، فتقول يلا خليك تقرأ وتصل الآيات. فلو لم تكن معربا وتعرف معنى الإعراب، أو مر عليك الإعراب، أو تشرب الإعراب، أو تحب الإعراب، ستقول فكيف كان نكير، وتظن أنها اسم كان، بيد أنها فكيف كان نكيري، فكيف كان عقابي. أنا أذكر أمثلة فقط لأشياء تمر عليه. البعض منا يقرأ القرآن سنوات طويلة ويكون بعيد عن اللغة العربية سنوات طويلة. لا والله،
القرآن يحببك في اللغة، لأنك تقرأ كثيرا قرآنا عربيا غير ذي عوج، وتقرأ ولو جعلناه أعجمي ولو جعلناه قرآنا أعجميا، بل لكنه عربي. إن أنزلناه قرآنا عربيا، إن جعلناه قرآنا عربيا، فتعرف أن العربية وفهمها وأن العربية وحبها لازم من لوازم محبة القرآن. إن لم تكن محبها ابتداء فينبغي أن تحبها لحبك للقرآن، لأن القرآن عربي. وستأتي معنا أشياء كثيرة تجعلك لا بد أن تحب اللغة، والسبب هو القرآن العربي. الرسم العثماني أيضا صورة من صور علاقة اللغة، لأن الكتابة، هذا الكتابة التي كتبها القرآن، وهي كتابة خاصة نسبت إلى الكاتب الأول أو المشرف العام على الكتابة الأولى عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. من كان بعض الناس يحسبه نسبة إلى عثمان طه، رحمك الله. اللهم صل على محمد. سم. لا لا ازعج وهم. يعني اللغة العربية كيف آخذ منها الحد الأدنى على الأقل؟ كلام جميل للشيخ. الشيخ ناصر يقول كيف نأخذ الحد الأدنى من اللغة؟ من خلال يعني تجربتي الشخصية، لا بد أن تدرس كتابا ولو مبتدئا. يعني درسنا قديم كتاب قطر الندى أول الصدى في اللغة العربية، وكان كتاب كان مقرر علينا في معهد القراءات، كان من أروع الكتب حقيقة. أيضا من الأشياء التي تحببك في اللغة وتعلق بالقرآن أي كتاب لإعراب آيات القرآن، يعني كتاب إملاء ما من نبي الرحمن العكبري، هذا اختصر بعض الأشياء، لم يسع إعراب القرآن كاملا، لكن اختصر بعض المسائل التي يختلط على الناس إعرابهم في القرآن الكريم من تقديم وتأخير وكذا. وستجد مثلا وقيله يا رب، تقول وقيله، تسأل نفسك، تسأل طلابك، شو وقيله؟ ما إعراب وقيله؟ ستجد أن وقيله هذه معطوفة على شيء بعيد منها وبين خمسة أسطر، وعنده علم الساعة معطوف على علم الساعة، أي عنده علم وقيله معطوف على الساعة، يعني عنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا ثم تأتي وقيله، أي وعنده علم قيله أو قوله يا رب إن هؤلاء قول يومنا. أقصد سورة الزخرف. إذن قراءة أو تعلم أو الجلوس إلى شيخ لغوي جيد، تقرأ كتابا يفك لك ويفتح لك مداخل اللغة العربية، زي بالضبط كده ما تفتح تقرأ كتاب على أحد المشايخ في علم التجويد أو في أسباب النزول أو الأشياء التي لازمة لمحبة القرآن واللازمة لتدبر القرآن. إذن كتاب وأيضا إعراب القرآن الكريم. هذا شيخ معكم أوراق وأقلام؟ يلا كل واحد يكتب مع نفسه هذه الكلمات التي سأمليها عليه، تكتبها من إملائك، وبعد كده تفتح الجوال تشوفها وتفتح المصحف وتشوفها وتكتب لنفسك وافقت أو لم توافق. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، اكتبها بالرسم العثماني مصحف، تقرأها في المصحف من زمان. سأريكم آياتي فلا تستعجلون رسما وضبطا، الرسم يعني شكل الكلمة، الشاسيه الكلمة تكون صحيح، والضبط كل كلمة يكون ضبطها سواء ضبط الصرف أو ضبط النحو، يعني ضبط في أول كلمة وفي آخرها وسطها وفي آخرها. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، اقرأوا أيضا كلمة ولقد، اكتبوا ولقد جاءك من نبأ المرسلين، هكذا، بس لا تكتبها بصوت حلو. الثالثة، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه،
يلا اكتبوا هذه، خلوا الورقة معكم وبعطيكم بعد كده نص دقيقة تفتحوا المصاحف وتشوفوا وتكتبوا الكتابة صحيحة ولا غير صحيحة. كتبتم؟ كتبتم الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كتبتم الثلاث آيات؟ ضبطتموها ضبطا؟ بالحركات. نعم نعم. الثالثة لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. اللهم عفو عنا بعفوك وكرمك. خلصتم؟ طيب افتحوا المصاحف أو الجوالات على وكل واحد يكتب لنفسه تقييما، يقول أنا كتبتها موافقة للرسم العثماني أو لم أكتبها موافقة للرسم أو وافقت البعض وخالفت الآخر. طبعا كلنا نتعلم، وأنا مع طول وقتي هذا يوميا أتعلم من زملائي ومن طلابي ومن مشايخي يوميا، لا أخفيكم أتعلم من طلابي كثيرا جدا. لا تظن أن العلم فقط ينزل من أعلى أدنى، لا والله العلم أحيانا يأتيك من طبقة من هو أدنى منك، تتعلم كثيرا كثيرا من طلابك، ربنا آتاهم نشاطا وآتاهم ذكاء، ولا تخجل أبدا، فأنت تشرف أن يعلمك أو تستفيد من طلابه. طيب في أحد وجد خلاف ما بين الذي كتبه وما بين المرسوم؟ الوجد خلاف يرفع يده. الخلاف معنا يا شيخ ناصر؟ الشباب الوجد خلاف ما بين ما كتب أو ما بين موجود في المصحف في الرسم. طيب هذه تدلنا على إيش؟ على أننا أغفلنا قواعد الرسم العثماني. غالبا نكتب بالرسم الإملائي. دعا بعض الدعاة في العصر الحديث إلى أن يكتب القرآن بالرسم الإملائي، وقال خففوا على الناس، يعني لماذا تكتبوا الربا بالواو وهي تنطق بالألف وكذا، والزكاة والصلاة بالواو، لماذا تكتبوا مثلا من نبأ المرسلين بالياء بعد الألف، ولماذا كذا؟ علماؤنا الذين نقلوا هذا القرآن بهذه الدقة العالية في شكل الكلمة، وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل من 1400 سنة تقريبا بهذا الوصف، لم يتغير منطقه ولم يتغير شكله، لم يكن جزافا أبدا. كلمة شركاء جاءت في القرآن مرات بالرسم الإملائي، شركاء بعد الألف همزة على السطر، ومرة جاءت شركاء همزة على الواو، خصوصا إذا كانت مرفوعة شركاء، وهذه لها دور كبير. الذين يقرؤون لحمزة وهشام إذا وقفوا على شركاء الأولى لهم أوجه في الوقف، أما إذا قرأوا شركاء الواوية المرسومة على واو سيزداد سبعة أوجه أخرى، صح؟ سيقفون شركاء 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 يقفون على الرسم، سموهما باب الوقف على المرسوم أو مرسوم الخط، وهذا متواتر في نقل القرآن وفي أداء القرآن. في الواقع يصب هذا الكلام في عظمة القرآن وإجلاله والوقوف عند حدوده، وما لقياس في القراءة مذهب كما قال الشاطبي، فدونك ما فيه الرضا متكفلا. إياك أن تقيس بعقلك، مو كل شركاء زي بعضها، لا، ولها مواضع ولها أشياء ولها فوائد كثيرة. إبراهيم تكتب مرة بالياء ومرة بدون الياء، ولها كلام جميل يمكن سنذكر أطرافه ولا نذكر تفصيله لطول الوقت، لكن عرفنا أن القرآن مكتوب بطريقة
غير الطريقة التي تعودنا عليها، وكما أنه مقروء بطريقة غير الطريقة التي نقرأ بها كلام الناس، هو أيضا مكتوب بطريقة غير الطريقة التي يكتب بها عامة الناس. ولذلك لما يقولون بعض الناس يحرفون القرآن، يقول لا 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 لا، بين المحرفين وبين التحريف مسافات طويلة، مسافات طويلة. لما تكفل الله بحفظه جعل من ذلك، من أسباب ذلك، أن أمتنا وعلماءنا لا يسمحون بزيادة نفس، بزيادة سكتة. لما تقول مثلا ومن أهلك، نقول لك لا، ما في شيء اسمه من أهل، ومن أهل الصوت يتصل، ما في شيء اسمه سكتة، ما في سكتة. ما تقول الرحمن، نقول ما ما تأتي الرحمن، ما تأتي بهذه الشدة وهذه الحصرمة. طب بالله عليكم، إذا كانت الأمة لا تسمح بشدة في الحرف ولا ليونة في حرف شديد، ولا تسمح بسكتة زائدة، ولا تسمح بأخذ نفس في مكان لا يؤخذ فيه النفس، ولا فكيف تسمح بتغيير النص القرآني الشريف، تغيير جملة، تغيير كلمة، تغيير إعراب، بين المغيرين والمحرفين وتغيير القرآن مفاوز طويلة جدا، ولذلك محفوظ. ولذلك لما نقول أن التجويد أصل ملتصق بالنص القرآني لا نكون مبالغين. هل سمعتم، هل رأيتم شيخا أجاز طالبه إجازة في القرآن، والإجازة هي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوسيلة الأدق في صحة تواتر النص القرآني، هل سمعتم أن شيخا أجاز تلميذه بدون تجويد؟ اللي سمع أن الشيخ، الشيخ يوسف، الله يجزيه خير، الذي سمع أن شيخا أجاز تلميذه في ختمة حفص أو غير حفص بدون تجويد يرفع يده، ما سمعنا. ممكن نتعلم في المدرسة شيء بدون تجويد، نتعلم في الكتاتيب شيء بدون تجويد، أما أن نتعلم أو نرى شيخا أجاز تلميذا بغير تجويد، لو حقيقة وجدنا أن هناك إجازات وأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير تجويد، سنقول أن التجويد فيه كلام كمالي أو جمالي أو، لكن ما سمعنا أبدا أن أحدا أجاز أحدا بغير تجويد. كل شيخ يقول قرأ علي فلان القرآن كاملا منه وكذا 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 وقد أجاز، لأن يا أحبتي التجويد من أصل اللغة. ما قال يقول ومن يعمل، نقول له هلا، هذا اعوجاج في اللغة. العرب لا تقول من يعمل، العرب تقول من يعمل. أما كون نمكن الغنة، هذه مسألة ترتيلية وهذه زيادة، وضبطها بزمن معين هذا تواتر عملي على القراء. نسمع المذيع في نشرات الأخبار يقول إليكم الأنباء بالتفصيل، الأنباء، يقول الأنباء ولا الأنباء؟ الأولى ولا الثانية؟ طب تكتب بالأولى ولا بالثانية؟ الله، يعني بتكتب شيء يا مذيع وتنطق شيئا آخر؟ نعم، العرب هكذا يكتبون النون قبل الباء وينطقونها ميم قبل الباء. يعني مو شيء جمالي، لا والله ما جمالي ولا كمالي، هذا أساس، أساس اللغة. إذن الذي يقرأ بغير تجويد يقرأ قرآنا عربيا فيه عوج، اعوجاج في اللغة. لعلنا وصلنا أو كدنا أن نصل أو أحسسنا بحكم التجويد، صح؟ أما دقته كمال الزمن هذا موضوع آخر، يعني نأتي بالإقلاب قد يكون واجبا، زمن الإقلاب حركتين زادت ربع حركة قلت ربع حركة، هذا يمكن شيء كمالي. المدود
قد تكون المدود واجبة، لكن كونها يقل شوي أو يزيد شوي أو تتمكن هذا شيء كمالي بلا شك. لكن حقيقة علماءنا ما تسامحوا في هذه الأمور، ويمكن هذا الذي جعلنا نقول أن بين تغيير القرآن وبين تحريفه وبين مفاوز طويلة مسافات طويلة طويلة، أمة لا تسمح بهمس ولا حركة ولا كذا. لما جلسنا قبل أمس كنا نتكلم عن أخطاء الفاتحة أو الأخطاء الشائعة في سورة الفاتحة، وقسمناها أخطاء جلية، ثم أخطاء العاجم غير العرب، ثم أخطاء العوام، ثم أخطاء المبتدئين في التجويد، ثم أخطاء المتقدمين، وتقريبا حصرنا الشائعة، وليس كل الأخطاء الشائعة يعني الواقعة، حوالي 328 خطأ في سورة الفاتحة. ليس غلوا، بل والله مع هذه الضوابط الشديدة جدا التي يراها الإنسان بعيد يظن أن هذا، أعوذ بالله، هذه قراءة ما يصح، ما أحد يستطيع أن يقرأ القرآن، مع شدة الضوابط وكثرتها إلا أنه أسهل ما يقرأ ويحفظ على وجه الأرض. مع هذه الضوابط هو الكتاب الوحيد الذي يحفظه الصغار والكبار والعاجم والعرب، هو الكتاب الوحيد مع هذه الضوابط. نعم مع هذه الضوابط. كيف تقولون يعني بهذه المشقة؟ نقول مثلا الرحمن الرحيم، هذا الرحمن الرحيم، لو قلت الرحمن الرحيم نقول لا، هذا لحن خفي ما يصلح، ممكن العوام يقولوه، أما المتعلم لا يشد الراء هكذا. الرحمن الرحيم نقول لا لا، ولا حتى ولا تطلق اللسان كذا يتكرر، يعمل لك أربع راءات خمس راءات، يخاف من التكرار فيقول الرحمن الرحيم كأنها راء إنجليزية R وليست في اللغات الإنجليزية، ما يقولوا R، ما في R، ما في تكرار، يقول لك كار وليست كار، يقول لك راوند هير وليست راوند هير. فهذه أعجمية، الرحمن الرحيم أعجمية، يقول الرحمن الرحيم يضم الشفتين في الراء، نقول لا، الراء ليس فيها ضم الشفتين، الرحمن الرحيم الراء لا دخل الشفتين في الراء، تخيلوا الراء بس فيها، هذه فيها أربع حالات وفيها خذ عندك يعني. وهذه مراتب. إذن التجويد، دخلنا في التجويد ولا ما دخلنا في التجويد؟ طيب، لكن لو سألنا أنفسنا، خلي تعريف التجويد يعني، لكن أصل التجويد، ما هو أصل التجويد؟ هذا مصدر اسم ولا فعل ولا مصدر من فعل؟ ما فعله؟ جود، رباعيا، غير أجاد صح؟ أجاد إجادة، أجاد ممكن يجيد مرة ولا يجيد مرة، لكن جود كأن التضعيف هذا فيه التكرار، كأن التضعيف يوحي بالتكرار، زي وغلقت الأبواب، كأنها كل شوية تطمئن على الباب كل شوية كذا، وكأن في عدة ترابيس في الباب وعدة مزاليج وعدة غير أغلقت، أغلقت ممكن مرة واحدة وخلاص راحت، لكن غلقت كل شوية تكون تطمئن وتشوفه. فالأحكام التجويد تتكرر 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 تتكرر، فتجود وليس تجيد مرة واحدة بس. أحبتي، يمكن عرفنا من خلال الكلام هذا أهمية التجويد وقيمة التجويد. اللحن الجلي في الواقع خطير جدا جدا جدا، لا سيما في الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، ولذلك الموفق من أجاد قراءة الفاتحة وعلم أولاده وعلم أهله قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، الموفق فعلا أنه كلما قرأها القارئ، كلما صلى، كلما تلا، كلما ركع وسجد، كان لمعلمه أجر عظيم جدا. وإن شاء الله قريبا ينطلق تطبيق في موقع الجمعية الخيرية، تطبيق على الآيفون والأندرويد، تطبيق خاص لقراءة الفاتحة بالصوت والصورة، نعم فيه كل هذه الأمور، وفيه مراتب يعني، سيكون في شريحة من اللحن الجلي، ثم أردت أن ترى اللحون الجلية، أردت أن ترى اللحون العاجم، أردت أن ترى لحون العوام، أردت أن ترى لحون المتقدمين، يعني لحون الحافظين الذين حفظوا، لكن يقع منهم بعض الهفوات وبعض الزلات في هذه. كيف يمكن أن نجود القرآن؟ لو سألت نفسك كيف يمكن أن نتجود القرآن؟ أنا أسأل سؤال، ما هي أفضل طريقة نجود بها كلام الله؟ تفضل. القراءة على شيخ متقن. في طرق أخرى؟
التعليم التطبيقي، كيف تتعلم تطبيقيا؟ كيف تطبق؟ تطبق مع نفسك ولا تطبق على يد الشيخ؟ يا سلام. إذن لاختصار هذا، أن القرآن يا أحبتي لم ينزل من السماء ألواحا كألواح موسى عليه السلام ولا كصحف إبراهيم، لا، نزل متلقا مسموعا، وإنك لتلقى القرآن. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مقروءا، ثم قرأه على الصحابة قبل أن يكتبوه، ثم كتبوه، ثم لما كتبوه واستوعبوه وقرأوه بعد ذلك، كان الجمع الثاني جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أخذ لجنة أو لجنة من كبار الصحابة ونسخ كتابا، ثم نسخ منه عدة نسخ، وأرسل مع كل نسخة قارئ. هذه مهمة جدا هذه، والبعض يذكر الأولى وينسى الثانية. بعد يقول أرسل صحف الأمصار، مصحف كذا، مصحف أهل الكوفة، مصحف أهل البصرة، مصحف أهل المدينة الأول والثاني، مصحف أهل مكة، مصحف أهل البحرين على بعض الروايات، مصحف لأهل مصر، لكن أرسل مع كل مصحف قارئا يقرئهم. ولذلك قد نجد في بعض المصاحف بعض الخلافات بينها وبين المصاحف الأخرى، يعني قد يرسل لمصحف أهل مكة جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة التوبة، ولبقية البلاد جنات تجري تحتها الأنهار. عجيب الله، يقرئهم بما تعودوه من القراءة وهو متواترة في القرآن، فيه تجري من تحتها وتجري تحت الأنهار. ابن كثير فقط والذي قال تجري من تحتها الأنهار أضاف هذه. فلما أرسل لأهل مكة أرسل لهم من يقرئهم بما قرأوه تجري من تحتها الأنهار. وهذا كلام حقيقة كلام طويل، وفيه جمال وفيه جلال وفيه عظمة، ولا أبدا يفتح باب للشك. لو عرفنا أصول الرسم العثماني التي ذكرنا شيئا من طرفها. طيب، أحكام التجويد كما أسلفنا مسموعة، وهي تشمل تجويد الكلمة أو تجويد الحرف، وتجويد الكلمة، وتجويد الكلمتين المتتابعتين، وتجويد الجملة. تجويد الحرف هو إخراج من مخرجه الصحيح وإعطاه صفاته. ما نقول الطاء الظاء هذا حرف. قد تجد بعض الناس عندهم فصاحة في الحروف، قد تكون لنشأة في بيئة فصيحة، قبيلة فصيحة، بلد يشتهرون بالفصاحة، حضر من البداية مجالس القرآن، حضر في الحلقات مبكرا، يؤتيه الله فصاحة في ملفظه، وتتفصل الحروف في لسانه منذ الصغر، حتى إذا سمعته تقول ما شاء الله يبدو هذا حافظ وهو صغير. تسمع واحد تقول ما والله شاء الله ممتاز، لكنه يبدو أن حفظه كبير. الفروق يعرفها أهل التخصص تكون خفيفة جدا، شيء من ثقل اللسان، شيء من التفخيم، الترقيق، شيء من كذا. لما يكون الحرف الثوب مضبوط على الجسم بالضبط، غير ما يكون يعني شوي هذه قصيرة، هذه كذا، هذه يعرفها أهل التخصص. يمكن الناس كلها تشوف الثوب بعيد ممتاز، لكن الخياط يشوف ما شاء الله ممتاز، لكن فيه مين خيط لك، مين سوى لك كذا؟ ها؟ ولذلك كنا في المسابقات معنا بعض الفضلاء، ومنهم الشيخ عادل السنيد الله يحفظه. كان الشيخ أول ما يقرأ، أول ما القارئ يقرأ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ عادل يسجل لا يصلح للمسابقة. فأنا طبعا أقول في نفسي يعني لسه ما قرأ شيء، ومع مرور الوقت لا يصلح فعلا للمسابقة. الشيخ بخبرته وخبرة أفضل مني، وإن كان أقل مني سنا لكن أفضل مني وأعلم مني مثل هذه الأمور، بمجرد ما يسمع كم حرف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فيها كم حرف وفي كم صفة وكم مخرج، يبان على طول إنه مستواه المنحة، ولو حتى منحة الخيشوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أوه هذا الحروف طلع منها 60% من الخيشوم،
عشان ترجع الحروف هذه طلعها كلها من الفم. أعوذ بالله من كذا، هذا تحتاج، هذا مرض مزمن يحتاج، فيقول لك فلان هذا لا يصلح، معناها أن يحتاج أن يعدل. هذه واحدة. والله فاتني شيء لما تكلمت عن سماحة المفتي، أيضا فاتني شيء يسير جدا على مسألة التعلق بالقرآن، تذكرتها الآن. جلست مع أحد القراء الفضلاء، كنا في الملتقى قريبا، كلكم غالبا تعرفونهم، معظم من يحب القرآن يعرفه. فسألته يا شيخ كم في كم حفظت القرآن؟ قال حفظته في ثلاثة في شهر واحد، كل يوم كنت أحفظ جزء كاملا. نعم يا شيخ، يعني كيف؟ قال والله حفظته في شهر كامل، لكن سبقه تمهيد. ما هذا التمهيد؟ قال كان والدي شيخا له حلقة، فكنت أجلس معهم في حلقة الفجر إلى وقت الضحى إلزاما من عمر 5 سنوات، وأجلس معهم في حلقة المغرب من المغرب العشاء إلزاما ما يغيب عنها مريضا كذا لمدة من عمر 5 سنوات إلى سن 10 أو 11 سنة. سمع القرآن كثيرا 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 لان في لسانه وفي قلبي حتى كذا يحفظه. لما أبوه قال يلا ابدأ احفظ، كان كل يوم يغيب 20 وجه مثل الفاتحة، فحفظ القرآن كله في 30 يوما، وهذا من لسانه بسند عالم الشيخ عبد الرشيد الصوفي. بعض شيباننا وآبائنا الكرام اللي يشوفون فروضة المسجد ماسك المصحف هذا دائما، هذا من نوعية هذه، يمكن ما شغل باله بالحفظ، لكن نحسبه من أهل القرآن يا إخواني. التعلق، القراءة، ختمة ورختمة. أحد الفضلاء والإخوة الأئمة كان والد رجل أعمال كبير مشهور، توفي عن 80 سنة، وعنده 4 زوجات، وعنده أولاد كثيرين، وعنده أموال كثيرة، وعنده كذا. يقول الوالد رحمة الله عليه كان يختم كل يوم ختمة، أشوف الصبح اليوم في الفاتحة، ثاني يوم يكون مغلق الناس وبدأ بالفاتحة. يا شيخ، قال إيه والله، رجل أعمال، رجل أعمال معروف مشهور. ويأتيه، قلت يعني عنده مكتب وتجار؟ قال يأتيه التجار يتقول، لكن قبل الأذان ب10 دقائق يكون متوضي وذهب إلى المسجد. قال 40 سنة ما أظن أتأخر عن تكبيرة الإحرام. فمثل هذه الأمور يا أحبتي، التعلق بالقرآن هذا الذي يلين القرآن في لسانك ويلينه في قلبك، هذا يجعلك قريبا جدا من النطق الصحيح للقرآن. كثرة القراءة، كثرة السماع لكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن من تعلم التجويد الجلوس عند شيخ، على يد شيخ متقن، كثرة القراءة، كثرة السماع للمتقنين. وأنا أقول في هذه قبل أن ينتهي الوقت، اسمع كثيرا للمتقنين في بداية الطلب، حتى إذا استقرت الحروف جيدة اسمع لمن شئت، لكن لا تكثر من السماع في البداية لأصحاب الأصوات الجميلة فقط. نحتاج السماع لأصحاب الأصوات الجميلة حتى تحرك الإيمان في قلوبنا ونتدبر، شيء مهم جدا. لكن يكون الغالب على السماع للمصاحف المسجلة تحت إشراف لجان دقيقة، يهتم بالمخرج، يهتم بالوقف، بالابتداء وكذا وكذا. ولذلك إذا تسمع بعض الطلاب تعرف أنه لم يكثر من سماع المصاحف المسجلة تحت إشراف لجان. ففي بداية الطلب سواء كنت صغيرا أو كنت كبيرا، لكنك صغيرا في القرآن أيضا يعني مبتدئا، اسمع كثيرا للمصاحف المسجلة تحت إشراف لجان أو للمتقنين بصفة عامة. طيب، لو سألتني عن كتب التجويد المتميزة والميسرة، الكتب الميدان مليء بالأشياء هذه، مليء بالكتب الكثيرة حقيقة. يعني نذكر على سبيل المثال، فيه أعتقد فيه وفيه رحمك الله، أعتقد فيه مركز تفسير كانوا عملوا لوحة أو يعني بيان لكثير من الكتب التي تم بالتجويد قديما وحديثا. فيه المختصر، زي يعني الكتب المختصرة، زي كتاب البرهان في تجويد القرآن للشيخ صادق قمحاوي، زي كتاب الإتقان للشيخ عبد الله العبيد بن صالح العبيد، وشيخ المتقن المسند مر على كثيرين وحط عصرة جهدي في هذا الكتاب، ويستطيع أن يطوله، لكنه أراد أن يرى ينظر إلى أشياء دقيقة وكذا.
من الكتب المطولة زي كتاب هداية القاري للشيخ من الشيخ؟ نعم الشيخ اللي من مرصفة، الشيخ عبد الفتاح عجمي المرصفي. هذا كتاب في مجلدين من أجود الكتب، كتب المتقدمين حقيقة زي كتاب التحديد لأبي عمرو الداني، هذه كتب المتقدمين فيها خير عظيم وفيها بركة عظيمة. طبعا الوقف والابتداء هو الذي ذكرناه هو تجويد الجملة، يعني لا يكفي أن تكون تجويد أن تكون مجودا فصيحا في الكلمة، فإذا جمعت الكلمات في جملة لم تكن فصيحا فيها، لا، تجويد الجملة جدا في غاية الأهمية، يبين مقاصد القرآن. ما يصلح أبدا أن تقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، وتقف هكذا، ما يصلح أبدا، تقطع تجري عن فاعلها وتلحقها بجملة سابقة فيظن ويشعر أنها تعمل في الجملة السابقة ولا تعمل في الجملة اللاحقة، هذا من الخطورة العظيمة، ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بالمعرفة هذه. المكي المدني، السور المكية ضابطها يمكن لا تفيد كثيرا في التجويد، لا تفيد كثيرا في نفس التلاوة، لكن تفيدك في أن تعيش أجواء نزول القرآن، أن تعيش أجواء نزول القرآن. ولذلك لما الشيخ ماجد الله يحفظه كما تكلم على الإيمان، أنا أقول يا أحبتي من أعظم الإيمان التأثر بالآيات التي تتكلم عن الله. البعض يتأثر بالآيات تتكلم عن الجنة والنار أكثر من الآيات التي تكلم الله فيها عن ذاته وعن نفسه. لا والله، والله إن الآيات التي تكلم الله فيها عن نفسه وعن عظمته وعن قدرته، وإن كانت الجنة والنار من خلقه ومن عظمته وقدرته أيضا إشارة، لكن لما ربنا يتكلم عن نفسه هذا كلام آخر. أما تقرأ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أفوت هذا تمزق القلب تمزيق وتوطعه تقطيع. ولذلك كانت أعظم آية في القرآن، سيدة آية القرآن، التي تكلم الله فيها عن نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا مما يجعلك يعني تؤدي هذا القرآن المجود أداء حيا تشعر به ويشعر به كل من سمعك. أنا تجاوزت والأصفار ترصت من زمان. الغريب والأشياء هذه كلها تفيدك أيضا في إحساسك، لأنك لن تستطيع أن تتدبر كلام الله إلا إذا كنت فاهما له، وإلا ممكن تدبر تدبر عكسي، يعني تفهم كلمات على غير سياقها، يكون تدبرك تدبر سلبي، فلا ينبغي ذلك. وأيضا أسباب النزول الأشياء هذه كلها متعلقة بالإحساس بمواضع الآيات، فتعيش في وقت نزولها وتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول القرآن عليه، ومع الصحابة في حوارهم وفي تجاوبهم. كل هذه الأشياء تفيدنا في أداء القرآن بصورة تؤثر في القلب، وهذا من أعظم الأمور ومن أعظم المقاصد، أن يخرج القرآن من القلب، لأنه يا أحبتي إذا خرج من القلب قبل أن يخرج من اللسان سيصل إلى القلب قبل أن يصل إلى الآذان. من أقصر الطرق أن يخرج القرآن من قلبك، ولذلك الذين يقرؤون بقلوبهم قبل أن يقرؤوا بألسنتهم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن حقا، والله إن قراءتهم لأجمل وألين وأثبت في القلب وأكثر تأثيرا من الذين يخرج القرآن من لسانهم أولا، أو يخرج القرآن من لسانهم فقط مهما كان جميلا في ظاهره، مهما كان مزينا بالمقامات مزينا بكذا، الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب كما قالوا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. إن شاء الله سريعة، أنا استفدت يعني كبيرة ضمن القواعد الجليلة التي مرت، وهي أن التجويد يجب أن يكون وسيلة لا غاية، وهو حلية التلاوة وزينة التلاوة، وهذا ما يعني يسمعه الكثيرون في تلاوتك المباركة ما شاء الله. الله يحفظك. الجمع بين سهولة التلاوة وسلاستها ولذنتها، وفي ذات الوقت العناية أيضا بأحكام التجويد. لدي فضيلة الشيخ ثلاثة محاور سريعة، وإذا تفضلت علينا يعني أنا أتحدث الآن بربما يجول في خواطر كثير من الزملاء الحاضرين. تفضل. الأول، رأينا محاور في غاية الأهمية تتعلق بالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ، ويتندرج تحت شيء من علوم القرآن، وربما لم يعني يأذن الوقت كثيرا في أن تعرض جزءا من
الأحكام التجويدية المهمة لقارئ القرآن. نعم. هل هذا سيعرض للمستوى الثاني؟ والسؤال ربما يكون بالشراكة لفضلة الشيخ صابر والأستاذ أحمد مكرم، هل الأخوة الذين يعني يتم قبولهم إن شاء الله في المستوى الثاني سيحظون أيضا بشرح هذه المفردات في المنهج؟ يلا أجل الشيخ أحمد وبعدين نجيب بعدك. عندي تصور لكن شوف التصور الأستاذ أحمد أول. أكيد سيكون يعني هناك يعني تدريب وتوجيه وتمتين مكثف لفضيلة الشيخ صابر أو من يراه مناسب. طيب. يعني والشيخ صابر قد أبدى مبادرته أن يتولى الجامع الذي يعني هو إمامه أن يتولى هذه العملية بشكل كامل، يعني ما شاء الله تبارك الله في مجموعة من المقرئين المشهورين والمعروفين في الجامع. نعم. الشيخ صابر الآن يؤكد هذا ويتفضل من كأن هذا اللقاء الأول هو بمثابة مفاتيح عامة بس يعني وأبرز ما يهم قارئ القرآن. أنا ركزت يا شيخنا على الجوانب التي تهم القارئ في قراءته، في ملفظه، في أدائه. الجوانب التي تفضلتم بها جوانب علمية بحتة، لكن يكون لها ظل ويكون لها إحساس أثناء القراءة. يمكن كما ذكرنا مسألة معرفة أنه نزل في مكة في ظروف معينة، في هذا بيعطي الجو إحساس معين، وتكون قارئ وأنت فاهم تعرف كيف نزلت هذه الآيات وأين نزلت، في الطريق، في السفر، في تبوك، كذا، كيف كان الصحابة، كيف كان الجو العام، تعطي إحساس أثناء القراءة. نعم. وأيضا لدى لفتة الشيخ أن قارئ القرآن يراد منه أيضا في يوم ما أن يكون معلما صحيح للقرآن ومقرئا له ومتحدثا باسمه وناشرا لتلاوته، فيفترض أيضا يتكامل في لحاقة هذا. نعم. أنتقل للسؤال الثاني أو الاستفسار أو الإشكال الذي يرد علي وربما يرد على بعض الإخوة الزملاء. ما الحاجة لتعلم التجويد دام أن صوتي جميلا؟ نعم. وبإمكاني أن أصل بالتأثير أو يبلغ تأثيري، ما الحاجة؟ واليوم بعض التطبيقات العملية من كثير من القراء قد يكون تجويده ضعيفا جدا، نعم، ومع ذلك بلغ وانتشر صوته وبلغ يعني صوته عبر الإنترنت وغيره، فما الداعي؟ طيب، من خلال ما تكلمنا في البداية، أحد يستطيع أن يجيب؟ تفضل. لا. لما تكلمنا عن أهمية التجويد في البداية. بسم الكريم. تفضل. وعليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم. اسمع بداية الترحام الضيف. نعم. والله حسيت. دويدة ولا من عنيزة؟ ما شاء الله، من ضيوفنا من عنيزة. الله يحفظه. الله يحسن. ربما تكلمت يا شيخ أنت قلت أن التجويد هو من أصل اللغة. أيوة. فضربت المثال اللي هو اللي يقارئ الأخبار. موجز الأنباء. يعني الذي يقرأ بدون تجويد كأنه لا يقرأ باللغة صحيحة. كأنه في يعني لغة العربية يعني. الله. عجمة. جميل. التجويد بالتصف باللغة العامة. وهذا كلام ابن الجزري. أحسن الله إليك. ابن الجزري لما تكلم قال والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم. هذه الجملة هاجمت بعض الناس وارتعدوا. أظن لو أكملوا ما بعدها من الأبيات لنحل الإشكال. قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. ضربنا مثال بالسند المتواتر، هل وصل سند بدون تجويد؟ لم يصل سنة بدون تجويد. إذن فأهميته أنه من أصل القراءة ومن أصل اللغة. الذي يقرأ بدون تجويد لا يقرأ بلغة عربية مستقيمة، بل يقرأ بلغة عربية معوجة. العرب تحذف وتدغم وتخفي وتغن وتمد وتقلب. ولذلك التجويد علم صوتي. معظم أحكامه غير موجودة في المصحف. المصاحف الحديثة زي مصحف المجمع مثلا على سبيل المثال، في نهاية المصحف فيه اصطلاحات الضبط. ستجد أنه مثلا يقول لك الحرف المعرى، ما في شيء اسمه حرف معرى في اللغة. الطبيعي أن أي حرف عليه حركة، يعني عليه ضمة، فتحة، كسرة، سكون، تنوين، شدة. أما حرف معرى من الحركة، يعني إيش معرى؟ ما عليه شيء. في حرف ما عليه شيء، طب كيف ينطق؟
قالوا الحرف المعرى زي مثلا من يعمل، لن تجد على النون شيء، وطبيعي عليه سكون. معرى لأنه لم يظهر في النطق، كل ما لم يظهر في النطق ظهورا، يعني لم يكن حكمه الإظهار، حكم الإضغام أو الإخفاء أو الإقلاب، يسمونه حرف معرى من الحركة، لأن الحركة لا تظهر في النطق. من يعمل ولا من، دخلنا على الياء، إذا أين النون؟ غير موجودة، لم يضع عليها حركة. إذا هذه الأشياء كلها تساعدنا في النطق الصحيح للغة العرب وليس فقط القرآن. واضح أحبتي؟ هذه من الإجابة. بما أن الوقت انتهى فلدي أيضا استفسار يسير. نعم. طبعا لا ندري أي وقت انتهى. لا، وقت الـ 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 الأطروحة انتهى، لكن وقت الاستفسار باقي. طبعا شيخ، مما يزيل هذا الإشكال كثير من الناس يقول صحيح أن حينما لا أقرأ بالتجويد أن يكون أن أدائي يعني قد يوصف بأن فيه عجمة وأنه غير متقن، لكن مع ذلك بلغ كثير من القراء وانتشرت أصواتهم وربما حفظ كثير من الناس القرآن على أصواتهم. زمان. كيف نحل هذا الإشكال؟ لا، أنا أقول إذا انتشر العلم بالتجويد سيقل الإقبال على مثل هذه الأصوات، قد تنتشر فترة من الفترات، لكن إذا عرف الناس قيمة التجويد ربما يقل الإقبال عليه. ثانيا، قد يكون يعني في صاحب الأشرطة هذه شيء من الإخلاص، فأراد الله أن ينفع به وأن يكتب أجره حتى ولو كان قليل التجويد. إحنا لا نقول، أنا في البداية قلت لا نقول أنا أنهى عن سماع أصحاب الأصوات الجميلة حتى لو فيه تقصير في التجويد، لأن غالبا الأصوات التي أشرتم إلى مثلها لا تعني أنه لا يجود أبدا، لا يجود، لكن فيه بعض الخلل في التجويد، في بعض القصور في مخرج، في صفة، في كذا. فيعني مثلا لو قلنا مثلا حرف الجيم وجاء رجل، جاء رجل، لن تجد عند القراء أبدا جاء حرف الجيم أبدا، هذا الرخاوة في الحرف الجيم غير موجودة، بل الجيم من حروف الشدة. قد تجد هذا الحرف موجود جنبه قبله أحكام تجويدية كثيرة، بعض أحكام تجويدية قد تكون البيئة أثرت النشأة كذا، لم يجلس على يد شيخ يعني متقن ينبهه، لكن ستجد قد يكون فتح الله له أبواب أخرى من القراءة. لكن أقول اسمعوا للمتقنين ثم اسمعوا لمن شئتم بعدهم، ستستفيدون أيضا حتى ولو كانوا غير متقنين. قلنا سنستفيد أشياء إيمانية قلبية، ربنا آتاهم أصوات جميلة فيها إخلاص، لن نعدم الفائدة من الجميع أبدا، الله أعلم. كأني فهمت من فضيلة الشيخ صابر أن القراءة المتقنة أدوم وأبقى. أدوم وأبقى، نعم. أدوم وأبقى في التعليم والإقراء والاستماع وهي تنشر في الإذاعات. انظروا للمصاحف، انظروا المصاحف المسجلة التي سجلت تحت إشراف لجان ستبقى وبقيت، وغالبا يعني كتب الله لها القبول كل مصاحف. الشيخ ماجد لديه مداخلة، تفضل. اليوم اللاقط سيبقى في المنصة. الله يحييك. الشيخ، أنا كثير من الناس يسألوني، وسألت أيضا الشيخ محمد أيوب عن هذا، رحمة الله عليه. الشيخ الثاني يا شيخ، أنا حقيقة يعني أسأل وفي نفس الوقت أشيد بما يتعلق بأن التجويد وتعلم التجويد علاقته وطيدة جدا بأداء الرسالة الحقيقية للقرآن وهي الوعظ. نعم. اليوم في بعض من يعلم التجويد قد يكون التعليم تعليم مجرد إلى حد كبير، بعيد عن ملامسة القلب وأداء رسالة الوعظ التي من أجلها أنزل القرآن. فاليوم الحقيقة يعني احنا استفدنا هالجانب بعد من ضمن الفوائد الكثيرة، وهي أن الشيخ صابر جزاه الله خير أعطانا التجويد ليكون هذا التجويد مجال وسبيل وطريق لأداء رسالة الوعظ والوصول إلى الخلود. صحيح. اليوم بعض الأحيان حتى في المسابقات يعني يكون في تركيز كبير جدا على مسألة المخارج والصفات ويغيب عن الذهن حقيقة يعني ما دور هذا التجويد وهذه الأحكام في أداء الرسالة القلبية. صحيح. لو كانت الأحكام، لو انتهت المداخلة شيخ، لو كانت الأحكام التجويدية مجردة وكانت صنعة لكانت جافة جدا، جافة جدا. أنا أقول مثلا يا أيها، استشعرت في النداء هذا، في مد الصوت هذا المد المنفصل، أنه نداء يسمع، وأنه جعل هكذا في اللغة وفي القرآن لكي يسمع، والزمن هذا حتى يصل إلى القلوب ويكون له
نوع من التأكيد. يا أيها الناس اعبدوا، غير ما نقول يا أيها الناس اعبدوا مباشرة، لا بالعكس، المد أبلغ، والجمهور على مد. قد يكون يقرأ بعض القراء بالقصر لكن يعوضوها في أشياء كثيرة. لكن أنا أذكر، سبحان الله، أذكر أستاذ في الجغرافيا تخصصه علمي وكان عضو في مجلس الشورى، رجل فاضل كان يربطنا به علاقة ولكن لنا دورية، يقول يا صابر، بس ما قال لي شيخ صابر، يقول يا شيخ صابر، حتى نقول لأنه كان رجل مؤدب يعني، يقول أنا مرت بي بعض الأشياء أحسست لها بمعنى. هو انتبه أنه هو إيش وظيفته؟ أستاذ الجغرافيا، يعني يهم التضاريس ويهم العلو. ويقول سبحان الله لما سمعت في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ربنا تصدر يعني الآيات اللي فيها النظر بالإبل باعتبار هي الأقرب احتكاكا وغرابة شكلها عن معظم الحيوانات. قال وإلى السماء كيف رفعت، قال كلمة السماء هذه أشعرتني بالعلو، قال لو لم يكن فيها مد لما أحسست بالعلو. هو سبحان الله يقول أثناء القراءة السماء يحس فيها كده كأنه يسوي كده. يقول وإلى الجبال كي، قال الجبال أيضا فيها مد طبيعي لكن أقل من السماء، لأن الجبال مرتفعة لكن أقل من السماء. يقول وإلى الأرض كي، قال ما فيها مد أبدا لأن الأرض منبسطة كده. فالله إني أعجبني هذا الإحساس، وهو أستاذ في الجغرافيا يعني أثرت فيه مهنته لما شعر بالعلو والانخفاض والتضاريس والأشياء هذه كلها، كأنه يقول أن اللغة تؤدي معنى محسوس، تعبر عن ارتفاع وعن انخفاض وعن تصور عقلي وذهني، وليس فقط مجرد يعني حروف تقرأ هكذا. شو رأيكم؟ يعني حقيقة إحساس جميل. قد يتفق البعض وقد يقول البعض يعني هذا يعني من إدخال أشياء في أشياء، لكن أنا أقول هذا رجل صاحب مهنة. أنا ولدي مثلا يدرس في العمارة يقول قراءة فلان ما شاء الله فيها انحناءات كذا، في كذا كذا، قراءة فلان ما شاء الله يعني كذا، يصورها كأنها عمارات، يصورها كأنها، فإحساسه لأنه أصبح هذا المجال هو المسيطر عليه. فيقول قراءة فلان فيها انحناءات، فيها كيرف كثير، فيها كذا، أنا ما أفهم لكن أنا أعرف كذا. فسبحان الله القرآن والتجويد يعطيك صورة جميلة جدا جدا للإحساس بكلام الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهر.